أعزائي التلاميذ سلام الله عليكم، قد تتساءلون لماذا لا تتغير مساحة مثلث إذا قمنا بإزاحة أحد الرؤوس في الاتجاه الموازي لحامل الضلع المقابل لهذا الرأس؟ ستجدون الإجابة إن شاء الله في هذا الشريط. ABC مثلث ارتفاعه H وقاعدته B، إذن مساحته هي الارتفاع H في القاعدة B قسمة 2. نرسم المستقيم BC حامل القاعدة B، ثم نرسم المستقيم المار من A والموازي للمستقيم BC. نزيح الارتفاع H كما تلاحظون بإزاحة الرأس A في الاتجاه الموازي لحامل القاعدة BC. نلاحظ أن الارتفاع H لا يتغير، وكذلك القاعدة لا تتغير. إذن نستنتج أن مساحة هذا المثلث هي الأخرى لا تتغير، أي أن هذه المساحة تساوي أيضا H في B قسمة 2. نستخلص إذن عند إزاحة أحد الرؤوس في مثلث في الاتجاه الموازي لحامل الضلع المقابل لهذا الرأس، فإن مساحة هذا المثلث تبقى ثابتة ولا تتغير. بهذا أعزائي المشاهدين ننهي فقرتنا، وإلى شريط مقبل إن شاء الله.